حي هذا الوجيه. احنا جينا مكلفين من العميد طارق صالح قائد المقاومه الوطنيه، نبلغكم تحياته ونقول لكم وين عمكم ونشد على ايديكم. انتم العمق، انتم والمجتمع والقرى. هذا طيب، هذه في تهامه وهذه في تعز وهذه في اب. هذا عمقنا، عمق المقاومه اليمنيه، العمق الاستراتيجي. احنا بنستمد قوتنا منكم، وانتم ان شاء الله فيكم الخير. اسمعوا بالحوثي، الحوثي واحد كذاب يقول انه عدوان على اليمن. هو العدوان، هو اللي اعتدى على اليمن. هو اول من عمل مناوره في الحدود. مناوره في الحدود يعني تعتبر تهديد في اوقات التوتر. وهو ذي قال بيدخل مكه بيعتمر في نهايه بعد ديسمبر، 1 ديسمبر قال، 21 ديسمبر قال بيعتمر بالجنابي في مكه. وهو ذي جلب لنا الايراني، حول اليمن الى مشروع ايراني. صنعاء الان اللي موجوده هذه يحكمها سفير ايراني، واحد من الحرس الثوري، وبيتكلم عن السياده، وبيتكلم عن الاقتصاد، وبيتكلم عن الحريه. قبل فتره اعدم مجموعه من ابناء تهامه ابرياء، منهم واحد طفل عمره 17 سنه، ليس لهم اي دم. ما قد حصلت هذه الجريمه في التاريخ. وهذا المشروع اول ما بدات مسيرتها بدات بالموت، وهي فعلا مسيره موت. شوفوا منجزاتها الحقيقية كلها المقابر. الصواريخ ما بتطلق الا باوامر من ايران. الطيران مسير. الضرب على المملكة وعلى اليمن، استهداف ميناء المخا، كل هذه اوامر ايرانية. ونثني على صمود القبائل والمجتمع في مارب وفي كل مكان، وفي الضالع وفي البيضاء، كلها جبهاتنا. وباذن الله لن تدوم هذه المسيرة، مسيرة الموت. مسيرة الخبز عميد صادق، وما وفى وكفى وما قصر. وقصار القول، أنتم الظهر الذي يستند عليه في مواجهة الميليشيات الحوثية، آلة الدمار أو وسيلة الدمار الإيرانية. يلا إن شاء الله. السلام عليكم.